سمعت ان في انترفيو في شركه مايكروسوفت، يعني ان شاء الله اروح المقابله كمان نص ساعه كده. طب انت تعرف ايه عن الشركه دي؟ يعني طالبين مؤهلات ايه مثلا؟ هم عايزين بس تبقى انت يعني ممتاز شويه في الانجليش، يعني معاك لغه. اوه يا طب خلاص روح. ايه يا حكومه؟ ايه يا عمر؟ فينك حبيبي؟ انا قاعد في كافيتيريا الترين يا اخويا. خلصانه جاي لك حب. ماشي مستنيك. ماشي حبيبي يلا سلام. يا حكومه سيسي ايه اخبار؟ ما عليك عامل ايه؟ الدنيا حبيبي اخويا عامل ايه؟ ايه اخبارك انت؟ الحمد لله. عملت ايه صح يا اسطى في الانترفيو؟ اتقبلتش يا عم. بيسالوني عن انجازات الشركه وتاريخها، وانت بعيد عنك انت عارف في الكليه كنت عامل ازاي، يا دوب بس مذاكره المحاضرات بالعافيه. انا قلت لك من الاول اصلا انت ما ينفعش كنت تتقبل. انا قلت لك انا كنت صح. الو ايه يا ابني اخبارك؟ ازيك الحمد لله. عملت ايه في حوار الانترفيو؟ انترفيو ايه؟ ده كان يوم 16 وانا نسيت، بس ما فيش حاجه بتحصل لي حلوه في اليوم ده، بتشائم منه يعني. بص في اعلان هنا على انترفيو لشركه بتاعت مقاولات، عايز موظفين، فرصه حلوه ليك. فين دي؟ في اسكندريه. اسكندريه؟ لا يا عم بعيد قوي يا عم، انا لسه هسافر ولسه هدفع فلوس مواصلات ولسه هجيب تمن بدله. يا عم بعيد قوي يا عم، فكك يا عم فكك، كده كده اصلا ممكن ما تقبلش الشركات دي، ليها واسطه وبتاع. فكك فكك مش وقت. جميل جدا مفيش زيه. طبعا معانا الاستاذ علاء. انترفيو ايه؟ انا كنت ناسي، ده كان يوم 16 وانا بتشائم اول من اليوم ده. ايه الصعب بقى؟ بس ايوه كده. ايه الصعب بقى؟ بس كده الكاميرا بتهز. هو يا ابني يا عم انا لسه هكمل. عايز ايه؟ يا ابني انت بتعصب ليه؟ يا جدعان خلاص اقول له كده؟ ايوه اتكلم. ايه الصعب بقى؟ Like it's your birthday, and you know we don't give up 'cause it's your birthday. You'll find me in the club, bottles full of bubbles.